السلام عليكم، كيفكم يا تامر؟ إن شاء الله يا مس بيكون يوم حلو عليكم. اليوم يا مس رح نبلش بوحدتنا الجديدة، بتحكي عن لا تيأس. عنوان وحدتنا لا تيأس، فأكيد العنوان له علاقة بدرسنا لليوم. اليوم بحكي درسنا عن صاحب القراري. من هو صاحب القراري؟ أو عن ماذا نتحدث في هذا الدرس يا مس؟ رح نروح على مؤلف وصاحب القصة. هو يتحدث الكاتب في هذا الجزء من الرواية كيف أنه ذهب، طبعا هو مؤلفنا هو الطيب وصالح، هو أديب سوداني يمس، له مؤلفات أدبية عديدة منها مجموعته القصصية دوما ود حامد، وله روايات منها غرس الزين وموسم الهجرة إلى الشمال التي أخذت منها النص. طبعا هذا النص يا مس يتحدث الكاتب فيه عن في هذا الجزء من الرواية كيف أنه ذهب ليسبح في أي نهر؟ في نهر النيل، لينفس عن غيظه، وكان هدفه الوصول إلى الشاطئ الشمالي. يعني هدفه في هذا النص الذهاب الوصول إلى الشاطئ الشمالي من النهر، ولكنه أحس بالتعب والخدر وكاد يغرق يا مس، ولكن رغبته في الحياة وإرادته القوية جعلته ينجو. رح نعرف كيف إنه كيف يعني كيف كاد أن يغرق، وكيف إنه تمسك في الحياة، وكيف ما هي الصعوبات التي واجهها هذا الكاتب حين كان يسبح إلى الشاطئ الشمالي. ولأن ثمة أناس قليلين أحب أن يبقوا معهم أطول وقت ممكن، أكيد هو تمسك بهاي الحياة من أجل الناس اللي بيحبهم وبيحب أنه يكمل حياته معاهم، ولأن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وكمان عليه واجبات سواء كان عنده أطفال أو كان أو أي إنسان يمس عنده واجبات بهاي الحياة بتمسك بهاي الحياة. ولأنه طوال حياته لم يختر ولم يقرر، لذا قرر أن يختار الحياة بدلا من الاستسلام للغرق. طبعا إحنا رح نحكي يمس عن هاي القصة، رح نقرأ مع بعض أول إشي النص ورح نشرحه مع بعض. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق، سأنفس عن غيظي بالسباحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة تبين وتختفي بين النور والظلام. كان النهر يدوي بصوته القديم المألوف متحركا كأنه ساكن، لا صوت غير دوي النهر وطقطقة مضخات الماء. وأخذت أسبح نحو الشاطئ الشمالي، وظللت أسبح وأسبح حتى استقرت تحركات جسمي مع قوة الماء إلى تناسق مريح، ومضيت أسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي. هذا هو الهدف. رح نحكي قادتني مس، معناها أوصلتني. قادتني أوصلتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت. لاحت أي ظهرت، لاحت بمعنى ظهرت يا مس، لاحت أي ظهرت. تباشير معناها بداية، تباشير معناها بداية، بداية البداية. تباشير الفجر في الشرق. سأنفس أي سأفرج عن غيظي أي غضبي، سأفرج عن غيظي بماذا؟ بالسباحة. أنه قادته قدماه يمس إلى الشاطئ إلى الشاطئ وقد ظهرت تباشير البداية، بداية الفجر في الشرق. دائما وقت الفجر أنت بتحس بالراحة، فبدأت تباشير أو بداية الفجر في الشرق، يعني سأنفس عن غيظي، سأفرج عن غضبي بماذا؟ بالسباحة. هو أراد أن يفرغ غضبه بماذا؟ بالسباحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة تبين، تبين معناها تظهر، تبين تظهر يا مس، وتختفي بين النور والظلام. كانت إشي ببين وإشي بيختفي، لماذا؟ لأنه وقت الفجر بعد الأشياء مش واضحة تماما. كان النهر يدوي، ماذا يعني يدوي؟ أي يعلو بصوته القديم المألوف متحركا كأنه ساكنا، لا صوت غير دوي، دوي دوي بمعنى صوت النهر، دوي معناها صوت دوي النهر. وتقطقتي هي صوت تفرقع الشيء، تقطق معناها صوت تفرقع الشيء، مضخات الماء. وأخذت أسبح نحو الشاطئ الشمالي،
ظل يسبح نحو الشاطئ الشمالي، وظللت أسبح وأسبح حتى استقرت تحركات جسمي مع قوة الماء إلى تناسق مريح، ومضيت أسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي. هذا هو الهدف. يعني ظل يا مس كانت الأشياء تبين وتختفي بين النور والظلام، لأنه كان بعد الوقت الفجر لم تكن الأشياء واضحة تماما. كان النهر يدوي، كان النهر يرتفع بصوته القديم المألوف متحركا كأنه ساكن يعلو يمس، لكن في حالة السكون، لا صوت غير دوي النهر، ما في كان هناك إلا صوت النهر وطقطقة مضخات الماء، أي صوت تفرقع الشيء. وأخذت أسبح نحو الشاطئ الشمالي، وظللت أسبح وأسبح حتى استقرت تحركات جسمي مع قوة الماء إلى تناسق مريح. يعني لحد هون الأمور عنده تمام، بسبح والوضع تمام، وأخذ جسمه على مع قوة الماء وأصبح هناك تناسق مريح. ومضيت أسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي. هذا هو الهدف. هلأ إحنا رح نحلل النص. قادتني، قاد فعل ماضي. قدماي هون يا مس، قدماي فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، إلى الشاطئ بنلاحظ همزة، الهمزة كتبت على السطر هي همزة متطرفة كتبت لأنه قبلها كسرة، بنلاحظ لأنه قبلها كسرة. وقد لاحظ تباشير البداية، سأنفس عن غيظي، والسباحة دي كانت الأشياء كانت حكينا هو نلاحظ انه يا مس قادتني فعل ماضي، الياء هون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وهنا فاعل مرفوع، هنا الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، كانت فعل ماضي ناقص. حكينا كانت فعل ماضي ناقص إلها اسم، ما اسمها؟ الأشياء هي اسم كان. على الشاطئين نصفا واضحة، تبين وتظهر بين الظلام والنور، تبين وتختفي هون طباق، النور والظلام هنا أيضا طباق يا مس. كان النهر، كان فعل ماضي ناقص، النهر اسم كان، هنا يدوي بصوته القديم، هنا الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. متحركا هي حال منصوب، كأنه ساكنا، لا صوت غير دوي النهر وتقطقة مضخات الماء. وأخذت هو فعل، أخذت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، بني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة. وظللت أسبح وأسبح حتى استقرت، استقرت هو فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بالتاء الساكنة، بنلاحظ إنه يبنى على الفتح إذا اتصل بالتاء الساكنة، لكنه يبنى على السكون عند اتصاله بالتاء المتحركة. تمام، يعني الفعل الماضي يبنى على الفتح لاتصاله بالتاء المتحركة، احنا اصلا اخذنا يمس. اما يبنى على السكون اذا اتصل هون، اذا اتصل بالتاء الساكنة يبنى على الفتح، اما اذا بالتاء المتحركة يبنى على ماذا؟ على السكون. مع قوة الماء إلى تناسق مريح، مضيت أسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي. هذا هو الهدف، هذا هو اسم إشارة، وهو هو ضمير متصل، أي ضمير منفصل وضمير غائب، ضمير غائب هي من الضمائر. رح نقرأ باقي الفقرة. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط، والأصوات تنقطع كلية ثم تضج، وقليلا قليلا لم أحد أسمع سوى دوي النهر يغور ويطفو. كنت أرى أمامي نصف دائرة، ثم أصبحت بين العمى والبصر. كنت أعي ولا أعي، هل أنا نائم أم يقظان؟ هل أنا حي أم ميت؟ ومع ذلك كنت ما أزال ممسكا بخيط واهن. الإحساس بأن الهدف أمامي لا تحتي، وأنني يجب أن أتحرك إلى الأمام لا إلى الأسفل، لا إلى أسفل. لكن الخيط وهن حتى كاد ينقطع، ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن قوة النهر في القاع تشدني إليها. سرى الخدر في ساقي وفي ذراعي، اتسع البهو
وتسارع تجاوب الأصداء. الآن وفجأة وبقوة لا أدري من أين جاءتني، رفعت قامتي في الماء، سمعت دوي النهر وطقطقة مضخة الماء تلفت يمنة ويسرة، فإذ أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة. انقلبت على ظهري وظللت ساكنا أحرك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافيا على السطح. طبعا هون يا مس رح نوقف هون رح ناخد بعض المعاني. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط، والأصوات تنقطع كلية ثم تضج، معناها ترتفع يا مس، أو يرتفع صوتها شيئا فشيئا، يرتفع صوتها شيئا فشيئا. لا، لاحظنا انه كان الشاطئ امامه يعلو ويهبط ويمس، والاصوات احيانا تنقطع واحيانا يرتفع صوتها قليلا وقليلا. لم احد اسمع سوى دوي الماء. لم يعد يسمع يمس سوى دوي الماء، هو صوت دوي النهر، يعني هو صوت الماء او صوت النهر. يغور ويطفو، يعني ينخفض، يغور بمعنى ينخفض. كنت أرى أمامي نصف دائرة، يعني أصبح النهر يغور ويطفو، يعني ينخفض ويعلو يمس، يطفو بمعنى يعلو يمس هنا. كنت أرى أمامي نصف دائرة ثم أصبحت بين العمى والبصر. كنت أعي بمعنى أدرك ولا أعي، أو كان يدرك أو لا يدرك أحيانا. هل أنا نائم أم يقظان؟ هل هو صاحي ولا لا؟ هل أنا حي أم ميت؟ ومع ذلك كنت ما زال ممسكا بخيط واهن. ومع ذلك إنه هو حس حاله، واعي ولا مش واعي، نايم ولا يقظان، حي ولا ميت، هو ما زال يمس متمسك بخيط واهن. يعني هو ماذا تعني خيط واهن؟ يعني خيط ضعيف أو أمل ضعيف، زي ما بنحكي كيف إنك أنت يمس متمسك بالحياة بس بأمل ضعيف، لكنه تمسك بالحياة بخيط واهن. الإحساس بأن الهدف أمامي لا تحتي، هو حس إنه الهدف أمامه ولا يجب أن يكون تحته، وأنني يجب أن أتحرك إلى الأمام لا إلى الأسفل، أنه يجب أن يتحرك إلى الأمام لا إلى الأسفل. لكن الخيط وهن حتى كاد ينقطع، لكن الخيط وهن يعني ضعيف حتى كاد أن ينقطع، يعني حتى الأمل كان إنه رح ينقطع. ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن قوى النهر في القاع تشدني إليها، يعني حس هون إنه هو خلص رح إنه قوى النهر، يعني إنه الماء بسحبه لتحت لدرجة إنه هو خلص رح يستسلم. سرى الخدر في ساقي، الخدر يمس هو حالة تصيب الأقدام أو الذراع، يصبح الإنسان غير حاسس بهما. اتسع البهو وتسارع تجاوب الأصداء. الآن وفجأة وبقوة لا أدري أين جاءتني، صار يمس هو ما بده يستسلم، إجته قوة هو مش عارف من وين إجته هاي القوة. رفعت قامتي في الماء وسمعت دوي النهر، سمع إيش؟ صوت النهر. وتقطقت، هي فرقعة الشيء، مضخة الماء تلفت يمنة ويسرى، فإذ أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، يعني صار في منتصف الطريق، لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة، يعني صار بنص النهر، لا هو قادر أنه يرجع ولا أنه قادر يخطي إلى الأمام. انقلبت على ظهري وظللت ساكنا أحرك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافيا على السطح. أصبح يامس انقلب على ظهره وظل ساكنا أي هادئا، أحرك ذراعي وساقي بصعوبة بالقدر الذي يبقيني طافيا على السطح، عشان يبقى فقط إنه طافي على السطح، أي حتى لا يشد النهر إلى تحت ويغرقه. هون يا مس رح نحلل مع بعض. كان الشاطئ أمامي يعلو والأصوات تنقطع كلية ثم تضج وقليلا. لم أعد هو فعل مضارع، لم حرف جزم، أعد فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون،
يطفو يغور يمس هون، يغور يمس هون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يغور هو. كنت أرى أمامي، أمامي هنا ظرف مكان منصوب بالفتحة. ثم أصبحت بين العمى والبصر. كنت أعي ولا أعي، هل أنا نائم أم يقظان، هل أنا حي أم ميت، ومع ذلك كنت مزمتك. أتحرك هون يمس، أن حرف نصب، حرف نصب، أتحرك فعل مضارع منصوب بالفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أنا أتحرك، أتحرك. لكن هون حرف استدراك ونصب، الخيط اسم لكن، وهنا الجملة الفعلية في محل رفع، الجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. حتى كاد ينقطع، ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن قوة النهر في القاع تشدني إليها. سر الخدر في ساقي، في حرف جر، ساقي اسم مجرور وعلامة جره الياء، وهو مضاف، والياء مضاف إليه مجرور، الياء مضاف إليه مجرور. وفي ذراعي، ذراعي كمان نفس الإشي اسم مجرور وعلامة جره الياء، وهو مضاف، والياء مضاف إليه. اتسع البهو وتسارع، وتسارع فعل ماضي مبني على الفتح. تجاوب الأصداء، الآن هو ظرف زمان منصوب، الآن ظرف زمان منصوب بالفتحة. وفجأة وبقوة لا أدري، لا هنا لا النافية، حكينا لا النافية، لا يعني لا تفعل شيء بالفعل المضارع، بيضل فعل مضارع مرفوع. هنا فعل مضارع مرفوع، أين جاءتني، رفعت قدماي في الماء، سمعت، هون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتكلم، سمعت أنا بالتاء المتكلم، دبي النهر وتقطقة مضخة الماء، سلفة يمنة ويسرى، فإذ أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لن أستطيع، أستطيع لن هي من حروف النصب، أستطيع فعل مضارع منصوب بالفتحة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، لن أستطيع أنا، ولن أستطيع العودة، نفس الإشي أستطيع، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هيك مس إحنا بنكون يعني أعطينا هدول الفقرتين، إن شاء الله الحصة الجاي بنكمل باقي الدرس، ويعطيكم ألف عافية يا تامن.